على وقع تراتيل المحبة والسلام ودعوات رسالة الميلاد المجيد، أقامت كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك في بلدة ربلة أمسية ميلادية أحيتها جوقة كورال الكنيسة، مقدمين مجموعة من التراتيل والترانيم الميلادية التي تجسد معاني ميلاد السيد المسيح. أجواء عيد الميلاد اللي هي أجواء سلام، أجواء محبة، أجواء فرح، رغم الضيقة اللي عم نعيشها، رغم أزمة الوباء، ولكن الميلاد أقوى، النور أقوى من الظلمة، المحبة أقوى من الموت، السلام أقوى من النزاع والخلاف. كل هذه الأجواء الحقيقة وهذه المعاني نعيشها في عيد الميلاد. وسط جو يسوده المحبة والتعاون بين الأهالي، أضاءت الكنيسة شجرة الميلاد وجذبت الأضواء المتلألئة في المكان الكبار والصغار، والتي ترافقت مع الألعاب النارية وافتتاح المغارة الميلادية المميزة لهذا العام. حبينا نزيد عليها ونضيف الفرحة عقلوا بالناس المغارة مثل ما نكون شايفين، كمان حبينا نعمل جو حلو جديد هيك، جو الميلاد بقلبها، وعملنا هيك غرفتين لاستقبال الزوار. الشجرة كتير مميزة والمغارة كتير حلوة ومتعوب عليها، يعني الشباب الله يعطيهم العافية عطوا كتير من قلبهم. تنعاد عليكم إن شاء الله وعلى سوريا جميعا، والله يرحم جميع الشهداء، وإن شاء الله تكون سنة خير على كل العالم. احتفالية كانت كتير حلوة ومميزة عن كل سنة، وإن شاء الله ينعاد على الكل بالخير والصحة، وإن شاء الله بترجع سوريا أحلى وتضلها الاحتفالات عامة. رمز للعيد لحتى نفرح أهل ضيعتنا ونفرح كل شيء بيحبه طفل المغارة. يعطينا العافية، الشباب اشتغلوا كتير حلو وتعبانين على الشيء، ينعاد على الجميع بخير. للعام الرابع على التوالي تضيء كنيسة ربلا شجرة الميلاد وسط ظروف صعبة تعيشها البلاد، ولا سيما الصحية منها، إلا أن الأهالي اعتادوا على مواجهة الصعاب بالأمل والتفاؤل بأن القادم من الأيام سيكون أجمل وكل مر سيمر. من بلدة ربلا بريف القصير، شيرين العلي، الإخبارية السورية.